بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عددنا وسعينا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطيبنا مما يرضيك أنا لنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وكل من سمعنا دعاءك، واشف الله مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ الغنيم البيبوري على متن الغاية والتقريب للقاضي الشجاع بشرح ابن قاسم الحنفي رحمه الله تعالى، ونحن ننظر الى المؤمنين وعلوم المشايخ في الدارين امين بفقه الساده الشافعي. واليوم الجلسه الثالثه في احكام الغصب. فصل في الغصب، وهو لغه اخذ الشيء ظلما مجبرة، وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوان، ويرجع فيه الاستيلاء للعرف، ودخل في الحق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة لنجاسته ليس بمال ابن نجس، لكن صالح ابن الجمال لو دبر يطهر فيصبح، لكن هو ميتة كده نجس، فالنجاسة لا تتمول عند الاسلام. مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدوان الاستيلاء بعقد، لأنه ممكن يحصل استيلاء على حق غير بعقد، زي عقد إيجار، عقد إعارة، عقد بيع، عقد رهن. يبقى إيه الغصب؟ ياخذ الشيء الذي لا يستحق، الذي ليس من حقه بغير إيه؟ بغير حق، بعدوان مجاهرة، يعني اللغة المصرية ولا عيني عينه ما يهموش كده. لكن لما بياخدوا خرسة من حرز مثلي يسموه سارق، سرقة، ولو كان في مكان مقطوع يسموه حرابة، يعني لو كان في مكان مقطوع قال لك اديني تبعك في حتة مقطوعة كده، في المفازع، في على الدائري بالليل قبل الفجر بساعة، يبقى اسمها حرابة، كل حاجة ليها اسمها يعني. لكن الغصب ياخده كده جحرا من عيني عينك، فتوانا يعني بلغه المسلمين، يقول لك فتوى فتوى. قد تكون الفتوانا دي منصب عضوا للشعب او وزير او رئيس او شيء من هذا، يستغل منصبه والناس ما تقدرش تكلمه بقى عشان منصبه كبير، فدي اسمها ايه؟ تبقى جهره. وقد يكون من اخ في الارث من اخواته، عشان اخواته مكسوفين منه عشان هو رباهم واخوهم الكبير، روح واخدها كده، وهم مكسوفين يكلموا، وهم من جواهم حاسين ان هو واخد اكتر من حقه، لكن ساكتين، يبقى برضه اسمه غاصب لانه واخدها جهرا. فقد تكون الجهر ده يعني له عوامل كتير، قد يكون حتى بالحياه، يعني خدتها جهرا كده وعارف ان هو هيستحي منك مش هيكلمك، فما يصحش. كل دي اسمها غصب، حرام قطعا يوم القيامه وحاسب عليه. ومن غصب مالا لاحد لزمه رده، يبقى يلزمه ثلاث حاجات والحاكم عليه تعزيره، يبقى في اربع حاجات تتعلق بيه. عقاب من الحاكم لان في حق لله، لانه تجرع على حق غيره، وربنا امرنا اننا لا ناكل اموال الناس بالباطل، يبقى في حق بيني وبين ربنا. حق الله لا ياخذه مين؟ ياخذه الحاكم تعزيرا، يعذره، دي اول حاجه. حتى لو رد الحاكم برضه يعذر كويس عشان يحرم يعمل كده تاني،
مش مجرد ان هو يرد وخلاص، ومش يرد وخلاص، ده يرد، ولو رده ناقص يدفع الفرق القرش. كويس. ومش كده وبس، وفضل عنده كام يوم ولا كام شهر ولا كام سنه، ونعتبر ان الفتره دي فتره ايجار، يدفع عقد ايجار، قيمه الايجار كده. فاهم؟ يبقى عليه ثلاث حاجات، والرابعه بيسموها دلوقتي في المجتمع الحالي يقول لك حق المجتمع والحاجات دي، لكن هي بتبقى حق الله عند المسلمين مش حق المجتمع، لان في الدوله الحديثه على مستوى الغرب يقول لك ان الناس بتحكم نفسها، لكن احنا عندنا اللي يحكمنا ربنا، مش احنا اللي بنحكم نفسنا، اللي بيحكمنا هو ربنا الحاكم، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد الاحكام، انما حاكم المسلمين يجتهد في تنفيذ حكم الله، ليجتهد في تنفيذ حكم الله واقامه شرعه. هذه وظيفه حاكم المسلمين، شو انه هو يخترع الحكم او يستنبط الحكم من الناس والجماهير وراي الشعب، ما ينفعش كاري مش عند المسلم. يبقى ومن غصب مالا لاحد لزمه رده لماله، يعني افرض خد قدام ارض زياده عن ارثه بتاع اخواته، علشان هو اللي قاعد في البلد وهو اللي بيزرع واخواته التانيين متعلمين وعايشين في المدينه، ولا ده دكتور ولا مهندس، كتير بتحصل في الاسره. وروح واخد كده بدان عمر، يقول لك انا اللي بزرع وانا اللي قاعد بقى. وبعدين بعد كده ضميره انه عايز يرد الحكايه وحس ان هو كده واصل حضر الدرس بتاعنا ده. فحاز منه قبول وقال انا عايز ارد ذمتي لاخواتي. يقوم يقول ايه؟ هرد لكم على نصيبكم. مش يرد بس، هو برضه ابوه ميت بقاله كام سنه؟ 25 سنه. فالدم بيتاجر كام في السنه؟ يحسب بقى في السنه كمان كام؟ ب 1000 جنيه عليه 25000 جنيه يديهم لاخواته ويفضل. كويس؟ شوف قد ايه. ولو كان بنى عليه، ولو بنى عليه يتهدد اللي بنى عليه، هرب لانه بيبني من غير منه. يعني كأن اللي بناه ما يملكوش، هيسلموه لنا باللي بناه عليه، احنا اصحاب الحق. شوف قد ايه بقى الغرامات اللي تحصل. فالاحسن ما تتجرأش من الاول علشان ما يصعبش عليك بعد عده سنوات تقول طب انا معايا المبالغ دي كلها، يقوم ايه الضرب يستمر على الحرام ويموت على الحرام. فالاحسن ما تقربوش من الاول، وريح نفسك ادام انت مش قدها، وانت اصلا مش قدها لانك انت انسان ضعيف، انت وانا وكلنا انسان ضعيف، لما وقفنا قدام ربنا ويحاسبنا بعض، ولو وقفنا قدام بعضنا هنقطع بعض، لان البني ادمين كمان شحيح، الانسان شحيح وعجول ويحب الانتقام ويحب التشافي ويحب، فشغلانه كبيره. فلو ربنا سابنا لبعض هناكل بعض، ولو حاسبنا احنا بعض ما نستحملش يحاسبنا ولا يعاقبنا. فيبقى الواحد رحم الله امرئا عرف به قدر نفسه ويبعد عن الشرائع. يوم غصب مالا لاحد لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده ابعد قيمته، ولزمه ايضا قرش نقصه ان نقص كمن غصب ثوبا ملابسه او نقص بغير لبس، ولزمه ايضا شوف الحاجه الثالثه اجره مثليه اللي هي التجاره. اما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرئ اجبر برد الى اخره. فان تلف المغصوب، احنا واقفين عند دي، واقفين عند دي اللي فات كله احنا قراناه وشرحناه بالتفصيل. فان تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله ان كان له اي مغصوب مثل، يبقى في ضمان، يبقى الغاصب يضمن. احنا عندنا في العاريه بيضمن عند التقصير لانه خدوا اذن، ما يضمنش كده مطلق عند التقصير بس، ده في العاريه. انما في الغصب يضمن على كل حال لانه مقصر من الاول، ده معتدي. واللي هناك اما يضمن يضمنه من تلفه، مش هنا هيضمنه باعلى قيمه. شوف اعلى قيمه كمان، يبقى في تبغيض في الضمان. فإن تلف المغصوب، فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له أي مغصوب مثل. والأصح أن المثلي
في ثلاث أوجه عند الشافعية في المثل في الموضوع القصدي يعني. الوجه الأصح اللي هو المعتمد الواحد والأولى، لكن أثناء الحاشية هنقول بقى إيه الوجهين التانيين. والأصح أن المثل ما حصره كالأول، وجاز السلم كمحاسب وقطب لا ضالية ومعجون. عقد السلم احنا كنا قرأناه يمكن من ست شهور، وعارفين ان في حاجات تصح فيها السلم وحاجات لا تصح فيها السلم. يبقى المثل ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيه. لو طالب شهر وجايب عقد السلم يقرا تاني عشان يراجع بقى، لان الحاجه ادمت يبقى باستمرار زي ما قال. لو طالب شاطر اللي هو اصلا طالب الشاطر ده ما بقاش موجود بقى عشان ندم، لكن نريد ان احنا ايه نحيي مبروك في انفسنا على ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غاليه ومعجون. والغاليه والمعجون دي انواع من التركيبات اللي هي يعني طيب مركب او كلمات مركبه، فدي ما ينفعش فيها عقد السلم علشان صعب ضبط محتويات كل جزء فيه. فعلشان كده عقد السلم ما ينفعش دي تشتريها وهي حاضره، لان عقد السلم تشتري غلط، فطالما هشتري غلط يبقى لازم ايه؟ يبقى عندي قيود. ما تشتريش حاجه مركبه وهي غايبه كده، يقوم يلعب في تركيبتها. المركب اشتريه حاضر، ما اشتريش عقد سلم. كويس؟ يبقى ممكن اشتري قمح سلم. سلم يعني ايه؟ يعني ادفع الثمن واستلم البضاعه بعدين. يكون موصول في الذمه قدرا ووزنا وحتى مكان التسليم. كل الحاجات لازم تبقى علشان تفي الجهاز. لكن ما ينفعش نعمل عقد سلم عشان تجيب لي كحك، لان الكحك ده مطبوخ، ده في دقيق وفي سم وفي سكر، وممكن يبقى فيه عجوه وفيه مهلكيه وفيه مش عارف ايه وزبيب. شغلانه كبيره صعب ضبط ووصف كل حاجه فيها. فالطريقه دي ما ينفعش. عقد السلام ما ينفعش في المصنوعات ولا المطبوخات. واخد بالك؟ زي هنا برضه الغاليه والمعجون، ده عباره عن ايه؟ كانك انت بالظبط بتصنع مجموعه من العطور تضيفها على بعض النسب عشان تدي لك عطر معين. ده ما ينفعش عقد السلام. ده اشوفه واشمه واشتريه دلوقتي. لكن ما ينفعش نتفق وبعدين تجيبه لي يطلع بشغل. فهمت؟ وذكر المصنف ضمان المتقور. احنا قلنا يا مثلي ان كان له مثل، يبقى نجيب حاجه زيها. هو هلك عنده يجيب لي حاجه زيها طالما موجوده متوفر المثل. طب ما فيش مثلي يعمل ايه؟ يجيب قيمته. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قول او ضمنه بقيمته ان لم يكن له مثل، لان كان متقوما واختلفت قيمته. المتقوم بتختلف قيمته اكثر ما كانت. نختار اعلى سعر للمتقوم من يوم ما غصبه ليوم التلف. من يوم ما غصبه ليوم التلف نشوف اعلى سعر ليه ايه ويضمن الاعلى. كويس؟ أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة هيدفع لي القيمة بإيه؟ بالنقد الغالب. فإن غلب نقدان وتساويا قال الرقي عيان القاضي واحدة منهم. ده نهاية باب الغصب. هنقرا النهارده فكرة الضمان المثلي والقيمة. بيقول الشيخ البيجوري في الشرح على الكلام ده قوله فإن تلف إلى آخره مقابل للمقدر السابق، أعني إن بقي كما تقدم التنبيه عليه. يعني لو بقي هيرد، ولو بقي ناقص يرد الفرق اللي هو القرش ناقص. طب افرض تلف بقى خالص يبقى هيرد المثل. أدي معنى المقدر. فإن تلف مقابل للمقدر السابق، أعني إن بقي كما تقدم التنبيه عليه. وقول المقصود أي المتمول. ولو عبر الشارح بالمال بدل المغصوب لكان أولى، لأن الضمير في كلام المصنف يعود إلى المال المذكور. مش كل بقى مضمون مغصوب يضمن مثل لو تلف. لو تلف، لأنه افرض إنه غصب شيء غير متمول، جلد ميت،
وتلف في يده، يبقى ايه؟ مش مطلوب ان هو يضمن، مش هيضمن، لكن لو فضل في ايده يرد. طب افرض هلك لانه ما يضمنوش، لانه اصلا غير متناول، واخد بالك؟ او مثلا ايه، استولى على الكلب بتاعي، غصب الكلب بتاعي، كلب مشيت وكلب حق وكلب حراسه كويس، وبعدين على ما جاي يرده الكلب عيني عنده ومات، يبقى تلف عنده، يبقى ما يضمنش، لان الكلب عندنا ملوش قيمه، ده اسمه حيازه، حيازه فقط، يحول مش يتملك، حيازه غير التملك، التملك تبيح البيع والشراء، لكن الحيازه ما تبيحش البيع والشراء. والفرق بين البيع والشراء والحيازه ان هنا في ضمان وهنا مفيش ضمان، واضح؟ عشان كده قال لك الحق، مش يقول المغصوب بقى، كان يقول المتمول، لان احنا بنتكلم في الضمان. فهمت كلام الشيخ بقى؟ عشان كده بيقول لك الحق قال المتمول ما قالش المغصوب، عشان يخرج انواع المغصوبه التي لا يضمنها من تلفت عنده وهي الغير متموله. فهمت بقى المساله؟ ولو عبر الشارع بالمال بدل المغصوب لكان أولى، لأن الضمير في كلام المصنف يعود إلى المال المذكور في كلامه أولا، لكن يحتاج لتقييده بالمتمول أيضا، لأن غير المتمول كحبة بر وكلب يقتنى ونحو ذلك لا ضمان فيه، حتى لو كان مستحقه قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب، بل تضيع على المستحق، فلا شيء فيه إذا تلف إلا الاسم بس، إن الغاصب هنا آثم شرع وعليه أن يتوب ويندم ويعزم على ألا يعود، ويطلب الرضا والمسامحة من صاحب الشيء كمان، يروح يقول له سامحني، مش كده؟ النبي لما طلبوا منه أن يساعد رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعد، وقال إني أريد أن أبقى الله، وليس لأحد منكم له مظلمة عندي في مال ولا دم، صلى الله عليه وسلم. لأن لو صعب ممكن يظلم التاجر. التاجر جايبها بسعر عالي، يجي هو يسعرها بسعر رخيص، مع النبي يقول له بيع على رخيص يعني اخسر، يبقى ظلم التاجر. مش كده؟ برضه النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير وقال المسعر هو الله، علشان مش عايز أي مظلمة. يبقى هنا لو قلنا مفيش ضمان على الأشياء التي تلفت عنده غير متمولة، يبقى نقول له باقي عنده الاسم يكتم، لأنه خدها بغير حق، يبقى عليه إن هو يستسمح صاحبه، يطلب منه إنه يسمع ويتوب إلى الله ويندم. يا شيخ، الكلب دلوقتي مثلا الحراسة أو كده بيتباع مثلا ب 1000 جنيه؟ لا، ما اسمه رفع يد، ما اسموش بيع، عند الشافعية ما اسموش عقد بيع، ده اسمه رفع يد، لأنه بيحوزه، فأنت بتدفع له مقابل أن تحوزه أنت بأسبابك. والفرق رفع اليد والحيازه غير عقد البيع، يعني ايه؟ يعني لو تلف الكلب قبل ما يديهولك ما يضمنش. كويس؟ يعني انت رحت قال لك انا علشان ارفع ايدي عن الكلب ده هتدفع 1000 جنيه. فدفعت له ال 1000 جنيه ورحت تجيب ايه؟ عربيه علشان تركب فيها التاكسي. رجعت لقيت الكلب مات، عربيه ده سيبه. ما تقولوش اديني لا، لكن لو عقد بيع تقول له اديني فلوس، ما تستلمش البضاعة. فهمت بقى الفرق؟ الفرق في الضمان. ده مذهبنا الشافعي، لأن في مذاهب ثانية بتجيز بيع الكلب النائم. واخد بالك؟ لكن الحديث المشهور إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيث. مش كده برضه؟ صلى الله عليه وسلم. فالحديث البخاري ومسلم وابي داوود حديث مشهور. فكونه نهى عن ثمن الكلب معناه قال لك ما تبيعش الكلب ولا تشتري الكلب، يعني ملوش ثمن. واخد بالك؟ بعض المذاهب قال لك ثمن الكلب الذي لا ينتفع به. واخد بالك؟ لكن ده بالاجماع، الكلب الذي لا ينتفع به حرام اقتناء، قصد بالاجماع، اجماع المسلمين. يعني لما جيت كلب يقولوه كده وتحطه كده اهو حرام، ملوش لازمه. لكن لما تجيبه يا اما حراسه او مشيه او ثمن.
يحتاج لتقييده بالمتمول ايضا، لان غير المتمول كحبة بر وكلب يقتنى، حبة قمح دي متمولة ينفع تروح تبيع حباية قمح، لكن تتحاسب عليها لو وصلت له ملحة، تتحاسب عليها لكن ما تضمنهاش، لو وقعت منك وضمنتها ما تضمنهاش لانها مش متمولة. لكن آسف حتى لو حبة قمح، حبة قمح تروح انت مثلا الراجل تقول له والله معلش جايب له حبة قمح كده وانا بشتري منك قمح امبارح لقيت جيب جيبي، الراجل هيضحك عليك يقول لك ده غلطان ما مالهاش قيمة، فاهم؟ فالواحد ايه يعني ده يبين لك قد ايه ان الحساب يوم القيامة دقيق، وان التعامل مع الناس ده فتنة، وانك انت لازم تكون حذر ما تستهونش بحاجة صغيرة زي كبيرة كله هيتحاسب. وصورة الزلزال اللي كل المسلمين حافظينها حتى أطفال المسلمين، الإمام الشافعي كان بيقول لو لم ينزل من القرآن غيرها لكف من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كفاية فربنا ينجينا يعني. شوف أنت بقى حبة القمح اللي فيها كم ذرة اللي أنت بتستهتر بيها، إذا كان ربنا هيحاسبك على الذرة يبقى حبة القمح اللي ما بتستهترش بيها بقى بنظرة يوم القيامة، لكن بنظرة الدنيا ما لهاش قيمة. يبقى معناه انك انت في الدنيا حتى اللي مالوش قيمة ما تمدش ايدك عليه طالما مش معاك، حتى اللي مالوش قيمة. شوف قد ايه يعني لازم تبقى ماشي حذر. لأن غير المتمول كحبة بر وكلب يقتنى ونحو ذلك لا ضمان فيه حتى لو كان مستحق قد غرم على نقله أجرة لم نجبها على الغاصب بل تضيع على المستحق فلا شيء فيه إذا تلف إلا الإثم كما مر. أو ضمناه الغاصب اللي هو فإن تلف المغصوب، هو كان رأيه يقول بدل المغصوب المتمول ضمناه الغاصب، أي سواء كان تلفه بآفة سماوية أو بإتلاف من لا يضمن، من لا يضمن وهو الحرب، أو بإتلاف الغاصب أو أجنبي يضمن لكن قرار الضمان عليه، يعني بأي سبب التلف احنا مالناش دعوة، هو يضمن ويضمن سواء كان بهبة سماوية يعني ده صعب صعبة كده نزلت من السماء بعد ما هو تبقى طب انا ذنبي مالكش دعوة، بس هو ذنبي مات وتلف وهو في حيازتك وانت واخده بغير حق ضمن كويس، ولو بهبة سماوية او بإتلاف من لا يضمن، او مثلا واحنا قاعدين في بغداد وقاعدين العيال الجنود المارينز الامريكان والحربيين واحد عجائي خد مني مالي غصب كده كويس، وهو في ايد الغاصب جه واد جندي مارينز راح واخده منه، يبقى هو اتلفه الواد المارينز لو هو حربي، الحربي لا يضمن لان لا حتى ماله برضه غير محترم، لو خدنا منه ماله غنيمه يبقى الضمان يقع على الغاصب مش على الحرب، لان انت اللي عرضته للحرب خده ما كان في ايدي، فهمت بقى ازاي؟ او باتلاف من لا يضمن وهو الحرب، او باتلاف الغاصب، او الغاصب نفسه هو اللي اتلفه كويس؟ يعني اي سبب من الاسباب، او اجنبي يعني لا هو لا هو مالك ولا هو حربي ولا حاجه ملوش علاقه بالموضوع، ماشي كده بعربيته راح قصد المغصوب وهرسه على الارض، هو ماشي خطا يبقى برضه اللي يضمن مين؟ الغاصب بس، او يضمن اللي اتلفه لكن الغصب يعود على الضمان يعود على ايه؟ الغاصب، يعني اللي داسه بالعربيه حقه هو اللي يضمن بس يضمنه، واخد بالك ازاي؟ لو ضمنه يبقى يضمنه ويسقط عن الغاصب، طب افرض انه ما ضمنوش وهرب يبقى الغاصب الضمان على الغاصب برضه، يعني يقول على الغاصب على اي حاجه كويس؟ لكن قرار الضمان عليه يعني على الغاصب خبطه بالعربيه ده هيضمنه بسعره ساعتها مش باعلى سعر يعني، ما هو على سعر ساعه الفرق اه، وهو يدفع الفرق والغاصب يدفع الفرق لو في كويس، حتى فقهية كويسة يعني افرض اتلافه الثاني خطأ هيتسب ليه سعر وقت، لكن الغاصب
هيدي فوق السعر ده فرق الفرق كويس لو كان ليه سعر اعلى. ومش كده وبس، وهيديله مده الايجار كمان انه اجره عنده، قاعد عنده اسبوع استفاد بيه، 10 ايام استفاد بيه وهكذا. لكن قرار الضمان عليه، عليه يعني على الغاصب، فالغاصب طريق في الضمان فقط، ولكن قرار الضمان عليه فالغاصب طريق في الضمان فقط. واما اذا اتلفه المالك او غيره او غير مميز، يفضل اللي اتلفه المالك، صاحب المال نفسه هو اللي اتلفه، هو في ايد الغاصب. المالك هو اللي اتلف ماله وهو في ايد الغاصب كويس، او غير مميز، او طفل غير مميز، أو دابة حيوان أو أي حاجة، أو من يعتقد وجوب طاعة الآمر بأمر المالك في يد الغاصب فلا ضمان عليه. يبقى لو أتلفه المالك يبقى خلاص بقى، لكن عليه حاجة تانية، عليه يدفع الإيجار كويس، يدفع إيجاره المدة اللي وصله فيه. لكن اللي أتلفه المالك يبقى خلاص الموضوع انت اللي ضيعته، انا كنت حدهولك، انت اللي اهلكت بايدك كويس. فلا ضمان عليه. نعم لو صال المغصوب على المالك فقتله دفعا لصيانه، ضمنه الغاصب. الصوره امتى؟ يعني ايه؟ يهلك المالك مال نفسه وهو في ايد الغاصب، والغاصب يضمن، دي النادره، صوره نادره. افرض ان هو غصب مني ولا عبد من العبيد اللي عندي، كان ايام في عبيد زمان كويس، فالعبد ده قعد عنده مده وخلى الواد ده غير مخه من ناحيتي، قال له شوف بقى انت لما خدتك انا باكلك احسن اكل، بنعيمك باحسن موت، فبينعيمك بزريبه، كان بيعاملك معامله الحيوان، فشحن ضد مالك لحد ما جه الواد العبد ده شاف الملك بتاعه وراح هجم عليه عايز ينتقم منه، بعد ما شاف المعامله الثانيه كويس فصار على الملك عشان يدافع عن نفسه قتل العبد. كويس يدافع عن نفسه فقتل العبد، فتلف بايد المالك وهو في ايد الغاصب، يبعت الضمان على الغاصب. فهمت بقى الصوره دي؟ عشان نقراها تاني. نعم لو صال المغصوب يعني هجم المغصوب على المالك يعني ايه ليؤذيه، الصيال يعني ان هو يهدي معاه عشان يؤذيه، فقتله دفعا لصياله لهجومه يعني، ضمنه الغاصب. وان علم الملك انه عبد، حتى لو كان الملك عارف انه ده عبد كويس، لان اتلافه بهذه الجهه كتلفه بافه سماويه، ولو قتل بردة سابقة. طب افرض ان الواد اصاب حد وهو في ايد الغصب كويس، فقتلوه بسبب الحد ده، يعني الواد ارتد وثبت ردته والقاضي حكم بقتله كويس. لو كانت الردة بردة سابقة على الغصب او بجناية كذلك فلا ضمان على الغصب، لو كانت الجناية اللي هي حصلت له دي واتحد بسببها كانت ايام ما كان في ملك مالكه، يبقى لا ضمان على الغصب، لان ده حكم الشرع، سواء كان في ايدك او في ايد الغصب هو كان حته كويس. لكن لو كان الجنايه اللي عملها دي عملها وهو في ايد الغاصب، يبقى ضمان على الغصب. فهمت بقى المساله؟ فهمت؟ خد بالك اقرا الكلام تاني، اقراه علشان انت تفهم كلام المشايخ. فإنه يضمنه الغاصب يعني، ولو قتل بردة سابقة على الغصب أو بجناية كذلك، يعني كذلك يعني سابقة على الغصب، قتل نفس بغير حق وهو كان في ملك مالكي، وبعدين بعد ما ثبتت القضية عليه وثبت إن هو فبقى قصاص هيقتل بالنفس كويس، فلا ضمان على الغاصب بخلاف ما لو قتل بردة عند الغاصب أو بجناية كذلك يعني عند الغاصب، فإنه يضمنه الغاصب.
ولو كان قتله بذلك بعد رده إلى المال. ولو كان حتى اتقتل وحكمت المحكمة عليه بالقتل بعد ما رده للمال، طالما ان الجناية دي حصلت في ايد الغاصب، الغاصب عليه ضرر. واضح؟ ولو تلف بغير ذلك بعد رده الى المالك فلا ضمان على الغصب، الا اذا لم يعلم المالك انه عبده مثلا. يعني بيقول افرض انه تلف بعد ما رده للمالك، خلاص بقى فلا ضمان عليه لانه رده للمالك، الا في صوره انه لو رده للمالك بدون علم المالك، رده للمالك بدون علم المالك، وتلف وهو عند المالك لكن ما كانش يعلم. يعني وداه للمخزن، وداه للبيت اللي انا ما قاعد فيه الخدامين بتوعي ولا العبيد بتوعي وما ادانيش خبر، فاللي هو انا قاعد هناك في البيت وانا ما اعرفش انه رده، فحصلت حريقه وطلع في البيت ومات في وسط الحريق، يبقى عليه الضمان لانه ما اعلمنيش. فهمتني ازاي؟ ولو تلف بغير ذلك بعد رده الى المالك فلا ضمان على الغاصب الا اذا لم يعلم المالك انه عبده مثلا ورده اليه بصوره تجاره، او لو رده ليه بصوره تجاره، يعني ده بقى ايه؟ اغتصب عبده وبعدين العبد اتغيرت ملامحه عشان غصبه بقى له وهو طفل، العبد كبر بقى شاب ما بقاش عارف ان ده العبد بتاعه اللي مغصوب من 20 سنه، فرده له بيأجره له يشتغل في محله، فتلف عنده لكن بيقولوا بصوره اداره يبقى الضمان على الوصف برضه. فهمت بقى؟ كل دي صور يعني. الصور دي ميزتها ان هي اللي تدي لك الملكة الفطريه عشان تتربى في الملكة. الا اذا لم يعلم المالك انه عبده مثلا ورده اليه بصوره اداره او رهن او وديعه. انت اقول له يا اما رهن عشان بينه معامله تجاريه، فقال له حرمان عندك الواد العبد ده لحد ما جبت لك الثمن فهلك عنده وهو ما يعرفش ان ده العبد ده منه، يبقى برضه على الايه؟ على الباص. وكذلك وديع، اقول له امانه وقال له انا مسافر وراجع بعد شهر هتاخده منك وما يعرفش ان ده منكم فهلك عندي قبل ما يجي، يبقى عليه الضمان برضه، انا ما اعرفش ان ده ملكي ترده لي. فإن الضمان باقٍ على الغاصب، قوله بمثله متعلق يضمن، متعلق بضمنة، ويضمن المثل بمثله، في أي مكان حل به المثل، فإذا غصب منه أكثر بقمح مثلا في مصر ونقله إلى بولاق ثم إلى خلفه، ده مثال يعني إيه يليق بزمن الشيخ البيجوري، لأنه زمان يركبوا النيل من بولاق في البواخر عشان يروحوا اليوب. كويس؟ فهو غصبها من عندي في القاهره وراح حملها على اليوب، حطها في السفينه طلعت على اليوب من بولاق لاليوب. كويس؟ وهكذا ضمناه بمثل في اي مكان حل به. يبقى لو عايز يرده هيضمنه بمثله في اليوب، لو ظبطناه في اليوب، أو إن هو تاب وهو فلان يبقى فلان حيثما حل يجيب لي المثل بتاعه. كويس؟ وهكذا ضمنه بمثل في أي مكان حل به فيه، وإنما يضمن المثل بمثله إذا بقي له قيمة ولو يسيرا. فلو غصب ماء بمفازة ثم اجتمع عند شط نهر مثلا وجبت قيمته بالمفازة. خد مني جركن المية وإحنا في سيناء. سينا دي صحراء، المية نجر من المية بيتباع لي ب 20 30 جنيه، وبعدين ضربته هنا على كورنيش النيل، قدام النيل المية متوفرة، يضمنه بثمنه هناك في المفازة. مش يقول لي ما هو دلوقتي مالوش قيمة، خده. آخده إيه؟ ده أنت تضمنه بثمنه مكان ما خدته منه، خدت بالك؟ ما إحنا قلنا أعلى قيمه. فلو غصب ماء بمفازة ثم اجتمع عند شط نهر مثلا وجبت قيمته بالمفازة، وكذا لو غصب منه ثلجا في الصيف ثم اجتمع في الشتاء ضمن قيمته في الصيف. طبعا ثلج في الشتاء ملوش قيمة، هو كده كده وبيع ثلج في الشتاء محدش هيشتري،
لكن اقف اصطيب قليل الناس تقف تجري وتشتري منك ده كويس. يبقى لو ردلي التلج في الشتاء وهو غصبه مني في الصيف يضمن لي ثمنه في الصيف مش ثمنه دلوقتي. فهمت بقى؟ قوله ان كان له تقييد لقوله بمثل، وقول اي المغصوب تفسير للضمير، وقول مثل ان كان له مثله اي موجود بثمن مثله في دور مسافه القصر. دور مسافه القصر يعني حاجه اقل من 84 كيلو كده، دي مسافه القصر اللي هي اربع برج يعني مرحلتين. في دور مسافه القصر فان لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه الى مسافه القصر او وجد باكثر من ثمن مثله ضمنه باقصى قيمه من حين الغصب الى حين فقد المثل، ولو غرم القيمه ثم وجد المثل فلا رجوع للمالك. فلا رجوع. طب احنا دورنا على المثل ما لقيناش فغبرنا القيمه كويس، ثم وجد المثل بعد ما غبرنا القيمه المالك قبض القيمه وجد المثل للمالك ما يرجعش بقى، ما يقولوش لا خد القيمه وادينا انا المثل خلاص. ولو غرم القيمه ثم وجد المثل فلا رجوع، وللمالك الا ياخذ القيمه. والملك حر مخير مخير، افرض انك قال له طب اديك القيمه طالما المثل مش موجود، الملك مخير يقبل القيمه او يقول له لا انا منتظر لما يبقى المثل موجود بقى مش هاخده كويس. الملك مخير، وللمالك الا ياخذ القيمه وينتظر وجود المثل. طبعا الملك اللي هينتظر ده مش في زماننا، انت حاجه تضيع منك بس تجيلي ولو ناقصه بس تجيلي، بقينا في زمن كده. انما كان زمان اهل مروءه عارف انه لو انتظر الناس اللي حواليه هيلوموه هيجيبوه والقاضي هيجيبه وضميره هيجيبه وكل حاجه هتجيبه، لان الناس كانت اهل خير. نقوا زمان الوقت ده يعني اللي طالع من جيبك ضايع. بيجي يستلف وهو مش ناوي يرد اصلا. فبقى ايه زمن صعب ربنا ينجينا. لكن اللي رجع منك صدق عليها. قول والاصح ان المثل ما خسره كيل او وزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غاليه ومعدوم. مقابل الاصح ايه؟ الوجهين بقى مقابل الاصح. وجه بيقول ان المثل ما خسره كيل او وزن وان لم يجز السلم فيه مطلقا كده. كويس؟ يبقى في وجه قال لك جاز السلم فيه، وفي وجه بيقول لك ما لم يجز السلم فيه، فيدخل فيه على هذا القول الغالية والمعقول. ومقابله ايضا ان المثل ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيه وجاز بيع بعضه ببعض بزيادة ايه؟ وجاز بيع بعضه ببعض، فيخرج العنب والرطب، لأن العنب ما ينفعش أبيعه بالايه؟ بالزبيب، ولا أبيعه بالعنب لعدم معرفة التماثل، وإلا نوع في عقود الربا، وكذلك الرطب بالتمر ما ينفعش. كويس؟ وما ذكره الشارح هو المشهور وهو المعتمد، اللي هو ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيك نحاس وقطن لا غاليه ومعقول. يبقى الوجه المقابل ما فيش استثناء للغاليه والمعقول. المقابل. وفي وجه ثاني اللي هو يجوز فيه السلم وبشرط الا يجوز بيع بعضه ببعض. كويس؟ خربت العنب والرطب اللي هي ايه؟ الامور التي تحتاج ايه من الاجناس الربويه مراعاه شرط التماثل. والا يقع في ربا الفضل. فده ما ينفعش. قول ما حصره كيل او وزن اي ما ضبطه شرعا كيل او وزن، بمعنى انه يقدر شرعا بالكيل او الوزن. وليس المراد ما امكن فيه ذلك، فان كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان. احنا عندنا طبعا بيع الحيوان ما ينفعش وزنا عند الشافعيه، غلط. اللي احنا بنعمله ده ايام ما بنشتري الاضحيه
ونجيب الحيوان الحي ونوزنه ونقول له كيلو كام، ده كل ده بيع بابا، لان الشبعي ما ينفعش، ما ينفعش يوزن الحي، الحي يتاخد قايم بالنظر كويس عشان يمنع الغش، لانه ممكن يسقي ميه ويوزن عليا تفتح له باب الغش. فعلشان نمنع حكايه باب الغش احنا نشتري قايم، الشافعيه يشتروا الحيوان قايم ما يوزنوش الا اللحم، بعد ما يبقى الحيوان يموت بقى ويتذبح ويتزكى ويبقى لحم نوزن اللحم، اما الحيوان ما ينفعش يتوزن. ده من حيث ايه؟ من حيث الشرع. لكن من حيث الواقع ممكن يتوزن، هيقول لك لا يرفع ميزان يتوزن، فاهم؟ فلازم هنا الوزن يكون وزن شرعي وكيد شرعي مش وزن واقعي، لان الواقع ممكن توزن ما لا يوزن، فهمت بقى المساله؟ عشان كده بقول لك من ناحيه الشرع. حتى الحيوان وخرج بذلك المزروع والمعدول فكل منهما متقوم. خرج طبعا المزروع اللي هو بيتحسب بالزراعه يعني بالمتر، زي القماش وزي الحاجات دي، القماش ما بيتكيلش ولا بيتوزن، ده اسمه مزروع يعني له اطوال. والمعدود البيض بيتعد مش كده برضه، البطيخ بيعدوه، ودلوقتي بقوا يوزنوه، كان زمان بيلعب بس دلوقتي بقوا يوزنوه، هو زمان غلب كان ايه، لكن برضه كان زمان يبيعوا البطيخه بالبطيخه دي، خدها قايم كده دي بكام؟ 2 جنيه، دي ب 10، دي ب 20، دي ب 5، مفيش وزن، يعني بتاع البطيخ ما عندوش ميزان، عنده بطيخ وخلاص، تروح تاخد بعينك كده، واخد بالك؟ ولا بتاع البيض بيبقى عنده ميزان، انت بتروح تشتري البيض بالكيلو؟ بالعدد، تقول له اديني 20 بيضه وخلاص. فكل منهما متقوم، يبقى المزروع والمعدود ما لم يكن يكال او يوزن يبقى اسمه قيمه خلاص، ملوش ما يبقاش مناسب، يبقى قيمه. وقول وجاز استلم فيه خرج به ما لا يجوز استلم فيه كالغالية والمعدود كما ذكره الشارع وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير، وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير، إحنا عندنا شعير وقمح مختلطين في بعض وغصب، ما هو ده ما ينفعش استلم، استلم ما ينفعش في الخليط ده، لكن ينفع في كل حاجة على حتة. طب يدخل يبقى زي الغاليه والمعجون ولا يبقى زي الغاليه والمعجون؟ شفت المساله الفقهيه؟ فكر يا بقي ادي المساله. علشان كده وعايز ايه؟ يخلق فيك الحس الفقهي. الغاليه والمعجون لما بيختلطوا صعب تفريقهم. انا لما بعمل كده معجون واعمله كريم شعر وهو مكون من 10 انواع داخلين في بعض عجنتهم ما اعرفش افصل، خلاص بعد ما عملته ولا اعرف افصل خليط الروائح اللي بحطه على بعض من انواع مختلفه واعمل لك منه درهم ودرهمين وثلاثه، خدت بالك؟ لكن المخلوط، المخلوط ممكن افصله بس يصعب عليا جدا. لكن كل حاجه على حده بيجوز استلم فيها، طب اعمل ايه دي؟ او ما نعمل هنا في الحاله دي؟ احسب الاعلى. يعني خالط انا الشعير هنا بنسبة التلت شعير والتلتين بر، كويس؟ واحتمال يبقى النص بالنص، أو أنا أما أضمنه أغلط عليه، أقول له هتدفع قيمة الخلطة دي النص، النص قمح أو التلتين قمح والتلتين بر والتلتين ايه؟ والتلتين شعير، يبقى هغلط عليه بجهتين، فاهم؟ يعني هو المفروض ان في احتمال ان يبقى تلتين قمح وتلته شعير، وفي احتمال ان يبقى نصه قمح ونصه شعير. هو ما انا هغلط عليه بجهتين، قال له انت هترده بقيمه انه تلتين قمح وتلتين شعير. شفت قد ايه بقى؟ من باب التغليظ، من باب التغليظ. ما هو القضاء هنا في عقوبة مالية. ما أنا بعاقبه مالية لأن أنا بكلم مين غاصب؟ واحد واخد حاجة بعدوان مش بتاعته. فلازم أغلظ عليه وأعاقبه عقوبة مالية، فهمت بقى إزاي؟ فالقاضي هنا بيعاقبه.
تعريف البر المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه النسب لأنه أقرب إلى التالف، وأجيب بأنه يجوز السلم في جزئين وهما منفصلين يعني الباقيين بحالهما، ولا نظر إلى امتناع السلم في جملته لأنه يعارض اختلاط جزئين، ووجود رد المثل إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط، فيغرم ما يتحقق به براءة ذمته، ولا يتصور ذلك إلا بغرم أكثر من الواجب، كما إذا كان المختلط أدبا وشك هل البر ثلث والشعير ثلثان أو البر نصف والشعير نصف، فيغرم النصف من البر والثلثين من الشعير. كويس؟ يعني عندنا احتمال إن البر الثلث أو النص، نغرم نص بر، وعندنا في الشعير احتمال ان يبقى نص او تلتين، الاكثر التلتين ولا النص؟ التلتين، والتلتين شعير، هي بتبقى التغليظ. القاضي هو اللي يحكم. القاضي اللي يحكم. مش صاحب الحاجه. هو صاحب الحاجه لو حكم هيوافق، وهل هيعرف يقبل على الراصد؟ ما هو دي حكم قضاء. حكم قضاء هو القاضي اللي يحكم ويقدر ينفذ وياخد لك حقك. ما هو انت اصلا ما قدرتش تدافع عن حقك، ده هو اخده منك جار. وانتوا قاعدين منفردين كده، فاضطريت تروح للقاضي عشان قوة تانية تيجي تحكم بيه. فده شغل القاضي. فيغرم النصف من البر والثلثين من الشعير احتياطا لبراءة الذمة. كويس؟ قولك نحاس برمي النون وكسرها، وقول وقطن أي وإن لم ينصح حبه، وكل منهما مثال لما حصره الوزن. ولم يذكر الشارع مثالا لما خسره الكيل لكثرته وظهوره، وذلك كالبر والذرة والشعير. قول لا غالية ومعقول، هذا محترز جواز السلم فيه كما مر، وكل منهما طيب مركب من نحو مسك وكفور وعنبر ولب. قول وذكر المصنف ضمان المتقوم اي المغصوب كما هو الفرد، واما المتقوم غير المقصود فيضمن بقيمته وقت التلف فقط، لان ضمان الاقصى انما كان تغليظا لاجل الغصب. واما المتقوم غير المقصود يعني في غير باب الغصب، لما بنحسب القيمه بنحسبها يوم التلف في غير باب الغصب، يعني تلف عندي وكان الرهن في ايدي وانا واخد الرهن لحد ما اخد حقي فتلف عندي، اضمن ايه؟ اضمن يوم التلف، لان انا واخده بعقد مش بعدوان، تلف عندي وانا كنت مأجره يبقى اضمنه بيوم التلف لان انا واخده بحق مش بعدوان، لكن لما يكون واخده بعدوان يضمنه باقصى قيمه. خدت بالك؟ واما المتطور غير المغصوب فيضمن بقيمته وقت التلف فقط، لان ضمان الاقصى انما كان تغليظا لاجل الغصب، ولم يوجد هنا إلا إذا تلف بسراية بناية فيضمن بالأقصى من البناية إلى يوم التلف، ولم يوجد هنا إلا إمتى بقى يضمن مش يوم التلف، في العقود اللي هو واخدها بحق، في العقود دي الأسئلة بقى إيه في الاستثناءات كمان بتيجي الأسئلة الشفوية حتة. كويس؟ إلا إذا تلف بسراية بناية فيضمن بالأقصى من البناية. أنا حاطط الرهن اللي أنا استلمته منك عندي في مخزن جاري، حافظه في مخزن جاري. كويس؟ حصل نزاع بيني وبين جاري على الجدار اللي بيني وبين المخزن، جاء جاري بالليل وأنا إيه؟ وأنا مشغول ولا مسافر أسبوع، رجعت لقيته هد الجدار وزحزح شويه، خد 2 متر من المخزن بتاعي وبنى جدار جديد وسع مخزنه على حساب مخزنه. كويس؟ وحصل بينا نزاع واتخانقنا مع بعض. فرحت مصلت واحد من العيال اللي عندي اللي مشغولين اللي هم شغالين في المخزن، قلت لهم ولعوا المخزن ايه؟ جاري يعني. اجرام بقى، شغل اجرام بتحصل. كويس؟ يبقى اسمها بنايه. لان انا المفروض ما اولعش في المخزن، اروح اثبت الواقعه والقاضي يجي يهدي الجدار ويبني لي جدار تاني واخد حقي بقى بالقضاء، مش بان انا اعمل جنايه. واخد بالك؟ لكن اللي حصل ان انا شراني فقلت ايه للواد
والمع المخزن بالليل، وانا ناسي ان الرهن هناك، الرهن بتاعي انا كنت سايبه عنده من 6 شهور ونسيت. فلما ولع المخزن الرهن ايه؟ ولع معاه، اسمها بسرايا الجنايه. فهمت بقى؟ يعني في الحاله دي انا يضمن باعلى قيمه، باعلى قيمه، مع انه لو كان تلف عندي كنت حرمانه بايه؟ يوم تلف بس. لكن لا، ده هنا بسرايا الجنايه، سرايا الجنايه يعني ايه؟ يعني جاي في سكه جنايه، هو نفسه مش جنايه، ده هو اتاخد كده في ايه؟ في السكه، في الطريق، واخد بالك؟ زي واحد يجرح واحد ويموت بالسرايا، يموت بالسرايا يعني ايه؟ يعني يموت بسبب الجرح بس بعد شهر يفضل يتعالج من اثر الجرح ده الحاله اللي ما يجيله في الاخر تسمم ولا نزيف ويموت. يبقى مات بالسرايا. تلاقي باب الجنايات هناخدها في حكايه السرايا. الا اذا تلف بسرايا الجنايه فيضمن بالاقصى من الجنايه الى يوم التلف، لان اذا اعتبرنا الاقصى في الغصب ففي نفس الاتلاف اول. ولو ادخلت بيدي لك خصوصيه ثانيه ريفيه، لان الشيخ البيجوري ده من بابور ونوفيه يعني فلاحين، فبيبقى متعرضين لمثل هذه الامور. واخد بالك؟ معظم مشايخ الازهر زمان كانوا ليهم اراضي، وكانوا جايين من اراضي فلاحه، ففي امثلتهم كلها امثله اللي هي ايه؟ واقعيه عايشينها يعني. ولو ادخلت بهيمه راسها في قدر ولو يمكن اخراجها الا بكسره. طب ما انا لو كسرت القدر والقدر ده مش بتاعي يبقى اضمنه ولا ما اضمنوش؟ ما انا عايز انقص بهمتي. ما انا لو سبتها هو القدر هتتخنق تموت. فهمت؟ ولو كسرت القدر يبقى هضمنه. طب الضمان على مين؟ على صاحب القدر ولا علي انا؟ لو كان بتقصير من صاحب القدر يبقى الضمان على صاحب القدر. كويس؟ لو كان بتقصير مني انا يبقى الضمان عليا انا. انا اللي خليت البيمه بتاعتي تمشي في حته المفروض ما يمشيش فيه. لكن تاني حط القدر في مكان بيمشي فيه البهايم وسابه، يبقى التقصير من صاحب القدر. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تملي القاضي يحكم القضايا بمثل هذه، يشوف المقصر فين ويحمله الضمان. واضح؟ ولو ادخلت بهيمه راسها في قدر ولم يمكن اخراجها الا بكسره. كسر يبقى الاول اكسره، مش معنى خطر في الضمان لما البهيمه ايه؟ تتخنق، يبقى الاول اكسره، نقذ البهيمه، نفسه. يعني تطلعيني ولا في اهم حاجه في العيان اللي جاي ايه؟ نفسه. ثاني حاجه النزيف، ثالث حاجه الكسور، رابع حاجه اي حاجه ثانيه. لانه ممكن يعيش بيها شويه. لكن لو واحد جاي لك يعني جاي لك حادثه جاي لك 10 دخلوا عليك في الاستقبال في المستشفى. تملي من عالم الجراحين الجداد كده. نقول له تدور على مين الاول؟ اللي يقول لك نفسي مش قادر اخد نفس، هو ده اللي تجري عليه. طب ونمره 2 اللي بينزل، ونمره 3 المكسور. فهمت ازاي؟ بالترتيب، كل حاجه ليها ترتيب. هنا برضه نفس الحكايه، القدر ده دخل. مش نقعد نتخانق الضمان على مين وصاحب القدر يمسك خناق بعض، انا صاحب البهيمه وانا صاحب القدر نتخانق ببعض، على ما الخالق يحجزه بينا نلاقي البهيمه ماتت. يبقى الاول اكسره علشان ايه؟ تتنفس. فهمت ازاي؟ الاول يتكسر، بعد كده نشوف الضمان يجي على مين. واضح؟ ولو ادخلت بهيمه راسها في قدر ولم يمكن اخراجها الا بكسره كسر ولا تذبح البهيمه لذلك. ولو ماكوله الا اذا كانت غير محترمه. ثم ان صاحبها مالكها غير محترمه، يعني افرض البهيمه دي مش ملك حد. جايه من البراري كده. حمار وحش، غزاله، وجات دخلت راسها في القدر، خلاص دي نذبحها وناكلها. صيد يلا كاننا هيصيدناها وصيدها. لكن دي اسمها غير محترمه، يعني غير مملوكه لاحد. واخد بالك؟ إلا إن كانت غير محترمة. إبرة غير محترمة تكون برضه مثلا كلب عقور. دخل دماغه جوه القدر. يا عم اتباعه بقى وطلع دماغه وحافظ على القدر. هو ملوش قيمة. واخد بالك؟ وليهم جماعة كوريين ياكلوه، ما بيبقاش حاجة. بيحبوهم. بتوع كوريا دول بيسموا. ولا بتوع إيه؟ هما كوريا وكوريا والصين ها؟ يعني عندهم ياكلوا كل ما يمشي على الارض حتى الصراصير ربنا ينسيهم.
لكن احنا المسلمين عندهم نظام في الاكل مش بياكلوا اي حاجه الا ان كانت غير محترمه. ثم ان صاحبها مالكها، لو الملك هو اللي ماشي وماسك البهيمه بتاعته وهي اللي دخلت كده في القدر، ضامن قرش القدر على المالك لان هو اللي مشاها في حته ما تمشيش فيها، وانت اللي كان ليك عينين اللي دخلك انت في الحته دي، فهمت؟ فان لم يكن معها، طب ما كانش الملك معاها، فان تعدى صاحب القدر بوضع بموضع لا حق له فيه او له فيه حق وقدر على دفع البهيمه ولم يدفعها فلا ارش له. ولو تعدى كل من ملك البهيمه والقدر الاثنين متعدين مقصرين، يبقى النص بالنص، يدفع له كمان نص القدر وهو يتحمل كمان النص الثاني. غرم صاحب البهيمة النصف الاشتراكي من التعدي، ومثل ذلك ما لو وقع الدينار في المحضر، مثال ثالث، وقع الدينار جوه المحضر، عشان نجيبه لازم نديله الحبر اللي في المحضر، أو نكسر المحضر، واخد بالك ده نفس القصه. ولم يمكن خروجه إلا بكسرها، فإن كان الوقوع بتفريط صاحب المحضر فلا أرش له على صاحب الدينار، وإلا غرم الأرش. وإن كان بتفريطهما غرم النصف الاشتراكيهما في التفريط. ولو ابتلعت بهيمة جوارة، بهيمة بلعت جوارة، قطعة فلي أو جوارة، لم تذبح لإخراجها، وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها قيمة الجوهرة للحيلولة إن فرط في حفظه. يضمن على فكرة إيه؟ بيديله قيمتها لحد ما تتبرزها البهيمة، عشان لو ضاعت واتبرزها هو ما دورش بالبرز بتاع البهيمة كويس يبقى هو واخد حقه. طيب لقاها وادعاه يبقى ياخد الفلوس اللي اداها ويرجع له الجوارة بتاعه كويس. يبقى الأول بيديله قيمتها عشان للحيلولة، عشان حال بينه وبين الحصول على ربح، وقال له انا هحفظها لك يا سيدي اصبر عليا، هي كلها يومين واحنا بنلم ايه الروس بتاع البهائم ده، بنعمله كده وقود، بنزرع بيخبزوا بيه في البهائم، الارياف بيخبزوا بيه ساعات، واحنا بنعمل الحكايه دي انا موصي كل العمال اللي عندي هياخدوا بالهم يدوها لي، ما تقلقش خد الضمان مؤقت. يبقى بيديله الضمان ده ايه للحيلولة الاول. ان فرط في حفظها والا فلا ضمان عليه. فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع، افرض إن الجوهرة دي هو اللي كان راميها في الشارع مش حاططها جوه الحفظ بتاعها، يبقى هو اللي مفرط، نقول له إن شاء الله ربنا يسهل اصبر علينا، لا تديله حاجة ولا بتاع، أنت ونصيبك معانا، ما أنت اللي راميها في الشارع أنا هعمل لك إيه؟ فاهم؟ فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة إن فرط في حفظها نظير ما سبق. يعني إيه؟ ابتلعت ما يفسد الابتلاع، حاطط حلة الإيه؟ اللحمة بتاعته وهيعمل فتح، فجت البهيمة راح واكلت الحاجات اللي في الحلة. طب ما هستناها لما تنزل الحلة ده اللحمة تاني، مش هتنزل لحمة، هتهضمها، مش كده برضه؟ دي هتفسد بالابتلاع. غير الجوهرة مش هتفصل من الابتلاع. يبقى في الحالة دي يدفع القيمة وخلاص. في قوله متعلق بقوله أو ضمناه بقيمته، والعبرة بنقد مكان التلف إن لم ينقله، وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار أكثر الأمكنة قيمة، وتضمن أبعاده بما نقص من الأقصى إلى أن تلف من رقيق. برضه الأبعاد، افرض إن هو يعني خطف مني الواد العبد بتاعي اغتصبه، وبعدين العبد ده اتقطعت ايده او جاله غرغرينه في رجله، فردهولي ناقص رجل ناقص ايد ناقص طرف، او مثلا عينه اتخلت فردهولي اعور بعد ما كان واخده كامل، فهمت ازاي؟ يبقى يماطي بقى ايه الاعضاء دي. وتضمن ابعاده بما نقص من الاقصى الى ان تلف من رقيق ولها عرش مقدر من حر، وايه؟ والقرش المقدر من حر مش من عبد، يعني ايده اتقطعت عنه وهي ايد العبد غير ايد الحر قيمتها،
نقوم منين؟ ده الاربعه جيل حر طب غيظ فهمت ازاي؟ ورجل من حر كيد ورجل فتضمن معادي القيود الثلاثه وهي الاتلاف وكونها من رقيق ولها عرش مقدر من حر باكثر الامرين بما نقص ونصف قيمته باجتماع الشبهين شبهه بالحر وشبهه بالمال فلو قطعت يده او رجله فنقص بقطعها ثلثا ثلث قيمته لزماه لازم يعني يرده وتلتم قيمته نعم ان قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وهو السدس وزوائل المغصوب المتصله كالسمن يعني تخل والمنفصله كالولد غصب الجمل بتاعي الناقه بتاعته كانت حامل فيبقى ظالم اللي ولدته مش يبقى ظالم من غير اللي ولدته يبقى ده منفصل او سمنه عنده علفها واكلها حلو وعايشها في وسط البهايم بتاعته فادهاني وزنها زايد برضه ما تفعلوش انا القيمة خدت بالك يبقى في زياده متصله وزياده منفصله والمنفصله كالولد مضمونه على الغاصب كالاصل وان لم يطلبها المالك قوله ان لم يكن له مثل قصره الشارح على المتقوم حيث قال بان كان متقوما ويرجع له شاملا للمثل الذي فقد مثله او وجد باكثر من ثمن مثله لكان اولى فانه تضمن باقصى قيمه كما مر قوله اختلفت قيمته ذكره الشارح توطئة لقول المصنف اكثرها اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم الثلاث فانها اذا لم تختلف فيظهر ذلك فلو كانت وقت الغصب 80 ثم صارت بعده وقبل التلف 90 ثم صارت عند التلف 100 ضمن المئة وإنما ضمن الزائد لتوجه الرد عليه حال الزيادة ولو صار المثل مثليا آخر طب افرض المثل تحول لمثل آخر زي إيه كجعل السمسم شيرجم الشيرج اللي هو زيت إيه اللي بيعملوه من السمسم يطلع إيه بيسموه طحينة كده برضه موجود التسهيل اللي هي الطحينة بلغة المصريين يعني هو غصب من السمسم وعصره بقى طحين كويس او عمل حلاوه طحينيه او صار المثل متقوما كجعل الدقيق خبزا او خد مني شوال دقيق وحوله لعيش كويس او صار المتقوم مثليا كجعل الشاة لحما الشاة متقوم ما بتتوزنش تاخد قالب طيب فخدها وذبحها وبقت لحمة ثم تلف في هذه الأحوال ضمنه بمثله الأول في الأولى اللي هي هنا إيه؟ بيقول لك السمسم شيرجا يبقى يضمنه بمثله في الأولى وبمثله دون القيمة في الآخرتين اللي هي الدقيق اللي بقى خبز أو الإيه؟ أو الشاة اللي بقت لحمة إلا أن يكون مثله الآخر في الأولى أو المتقوم في الآخرتين أكثر قيمة فيضمنه به، يعني العبرة بالأكثر يعني. والله لو كان الخبز الدقيق لما يبقى خبز بيبقى أغلى يضمنه خبز. لو كانت الشاة لما بتتذبح وتبقى لحم بتبقى أغلى أكيد بتبقى أغلى وإلا الجزار هيكسب منين؟ كده وقت ما الجزار بيجيبها ماشية اذبحها وبتاع لا يبقى اكيد لما بتتحول قد تكون اقل وقد تكون اكثر حسب السوق احنا هنضمنهم الاغلى واضح؟ يعني يا دكتور دلوقتي لو مثلا الشاة وقت لحمه واللحمه ده تلف عنده يبقى هيضمنوا بالاعلى يضمنوا بالشاة مثلا لا بالاعلى اذا كانت اللحمه ارتبطها لحمة عند الجزار اعلى يعني يجيب الشاة ب 1000 جنيه ولما بيبيعها أجزاء بتصفي له 1200 يبقى يضمن 1200 فإن استوى المثلان قيمة تخير المالك بينهم فمحل التخيير عند اتحاد القيمة يعني قيمتها كده زي قيمتها لما تحولت يوم يختار المالك ياخد بقى ايه ده ولا ده براحته كما قيد به بعضهم فقول المحشي ويخير المالك بين المثلين وان اختلفت قيمتهما فيه نظر وان تبع به شيخ القليوبي
المحشد والبرمان وشيخ الإمام القليوب، ولو صار المتقوم متقوما آخر، شيء متقوم تحول لمتقوم آخر، يعني صنعه، يعني خد فضة وعملها حلي، خد تبر وعمل ذهب، خد نحاس وعمل أنية، خد أنية وصهرها وعمل منها كوبايات، معالق، سكاكين، أي حاجة، يعني تغير لحاجة تانية، فهمت ازاي؟ ولو صار المتقوم متقوما آخر كجعل الإناء النحاس حليا ثم تلك وجب أقصى القيم، وهذا مبني على أن المضمون فيه قيمة الإناء فيكون متقوما، والمعتمد أنه يضمن مثله وزنا من النحاس مع أجرة صنعته، فالنحاس مثلي والمتقوم إنما هو الصنعة. قال والعبرة في القيمة بالنقد الغالب، أي إن غلب نقدا نقد واحد أخذا من قولك إن غلب نقدا إلى آخره، فهو مقابل لهذا المقدر. وقوله وتساوية، أي حتى في النفع للمالك، وإلا تعين الأنفع للمالك، يعني لو كانت البلد فيها نقدان وفي نقد أنفع للمالك يحكم بالأنفع للمالك، النقدان متساويان يحدد أيهما القاضي، ما فيش إلا نقد واحد يحكم بالنقد الواحد، واضح؟ وإلا تعين الأنفع للمالك. وقوله عين القاضي واحدا منهما، أي من النقدين المذكورين. وكده نبقى خلصنا باب الغصب، وأنا كنت معاكم غصب فتسامحوني، معلش أصل أنا كنت عايز أخلص باب الغصب، فإحنا إيه غصبناكم عشان نخلص باب الغصب، فتسامحونا بقى، أحسن إيه نبقى غصبنا وقتكم، لأن الوقت برضه متمول له قيمة يعني. فنسأل الله أن يعلمنا وينفعنا. واقفين على فصل في أحكام الشفعة إن شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.